يا مرحب الساعة، السلام عليكم ورحمة الله ولكم لفاكتوريو حلقة جديدة. أنا كنت أسوي كم الشغلة وشوي استوى علي كم هجوم، بس احتليت هالمنطقة هاي حتى. وكيف استوى الهجوم؟ نقصت عندي الطاقة، فالرصاص قام ما ينتج، وبعض الكهرباء ما قامت توصل، ما قمت أشوف ودشوا شوي، لكن أمور طيبة يعني. عدلت شوي شغلات، حطيت علامات وين قاعد انتج السامان، على اساس اعرف وين الاخطاء عندي، وين المشاكل، وين الهموم هذه كلها اللي تستوي عندنا في الحلقة دايما. بس هالحلقة بناقش شيء جديد. انا جهزت الردي هايل حقنا على اساس ان نحن نبدأ على طول في الموضوع الجامد. وينكم انتو يا الربع؟ وينكم وينكم وينكم؟ خلني اخبركم اللي راح يستوي هاي الحلقة. راح نسوي قطع الطاقة الشمسية في المنطقة اللي كان مفروض اسوي فيها بحث العلمي مال الحرب، واللي تأجلت للحلقة اللي هي سبت الموضوع هذا. ليش تأجلت الحلقة اللي هي؟ لأن أذوني في الهجوم وما عندي طاقة، ومحتاج انت تشوف طاقة شمسية. فشو ببدأ أسوي؟ ببدأ أحطي حق هاي ببدأ أحط قطع غيار، ببدأ أحط قطع غيار حق الطاقة الشمسية. لأن ما بي، على فكرة عدلت المخطط مال روبوتس بعد في دربي، كان ناقصنا شوي سوالف. ترديت حطيته الحين اوكي، فنان ينتج روبوتس، ينتج كل شيء، اموره طيبة. وعندي الروبوتس واصلين 745، ومحتاجين روبوبورتس. روبوبورت بعدين بنسوي عملية اوتوماتيكية يمكن على الاغلب، بنشوف كيف. انزين، الحين انا محتاج انتج هذا اول شيء، فخلنا نفصل هالثنين عن بعض ونفرض ان هذا هني. اوكي، بنحطي سبلتر حق النبو. سبلتر الحين لازم، سبلتر لازم، سبلتر. ليش سبلتر لازم؟ لانه بنسوي ستيل، وبنسوي في نفس الوقت مع الستيل خلينا نشيل هذا. هذا حق منو؟ هذا حق اول قطعة. نحن بنسوي قطعة طاقة شمسية، بنسوي سب ستيشن. سب ستيشن بعدين بسوي، مو مشكلة، منول ولا اي شيء، ولا بسوي فرع اخر استوى وقت. ونبى بطارية، الحين نبى مصنع بطاريات. اول شيء بنسوي مصنع منو؟ البتري. مصنع البتري يبالي ايرون بليت، يبالي بترول، والبترول عبارة عن ريفاينري. اوكي، ونبى تانكي. لحظة، ابى تانكي. زين، تانكي اربع تناكي وايد بعد. تانكي رقم واحد، تانكي رقم اثنين، تانكي رقم ثلاثة، زين. وخلي الجماعة الطيبة يمشي يسوون يبنون. اوكي، بينتج لنا بترول عادي، نبى عمود كهرباء من هذيل يمد بالكهرباء، ونبى ريفاينري نمبر 1 1 1. هيفي اويل بنحوله الى لايتر اويل، بنحوله الى غاز، وهذا بنحاول. تذكرون طبعا هذا كله صح؟
تذكرونه مصيبة. هذا كله حق مثلا عاد قطع غير طاخ شمسي. خلنا نسوي بحث ترل خلي يطلع زيادة. يا بحول كل شيء كهرباء وطاخ نظيفة، ما بستعمل فحم. خلاص فحم ما بستعمله، الأعداء يستوون الحين وايد قو، وللحين ليزر ما عندي، فهاي شوي مصيبة يعني. مش شوي، أكثر من شوي تبى الصدق، شويتين مصيبة. واحد اثنين ثلاث أربعة واحد زين. شو كنت أبى الحين؟ أباهم بس نبني هايل اثنين أربعة خمس ست. هذا بيروح لايتر اويل، هذا بيروح لغاز، هذا بيروح غاز لسلفر واللي هو اوكي اجل بينهم شوية. انزين هذا بيروح لغاز دايركت، بعد الغاز بيروح للسلفر، السلفر بعد السلفر، هذا كلهم نفس الشيء هنا. هذا دايركت طبعا سلفر، ومن السلفر كلهم يستوون شو؟ غاز. زين هذا مبدئيا هاللين بس يباله مي، بيبلهم مي 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 مي، يبون الجماعة مي. انا وقفت انتاج شي ثاني عفوا، كان مخابل هذا بس مو مشكلة. اوكي هذا بيروح ذلك ثاني، هذا دايركت هنا، وهذا دايركت هنا، ونفس الشيء بالنسبة للباقي. مرة دايركت كونكشنز، نزل سوري السلفر نشلشل. انزين معناه السلفر هذا بيروح هني، السلفر هذا بيروح هني او هني، اساس الماء يكون اظن بيكون يضبط. بشوف كيف يضبط، بشوف لحظة. واحد اثنين واحد اثنين، هاي التوصيلات مهمة. ها بخليه ستاندرد حق بتري الحين. هذا المصنع دايركت راح اسوي شو؟ مصنع ستاندري حق بتري. شو يحتاج البتري دايركت؟ هذا هني هذا هني هذا هني هذا هني هذا هني هذا هني. انزين انزين نبغى بيب ماي هني هني هني، نبغى بيب ماي هني وهني وهني. شوفوا الحين النبغى اللي سويته بالطريقة على اساس اروم امشي. اوكي هذا ممتاز. واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين
هذا لهم، هذا مصنع دايركت حق ويتري، ما فيه تفاهم، مصنع دايركت حق ويتري. بس شو يباله المصنع هذا؟ يباله هذا. انا اتصور يبال اكثر من هذا، بس خلوني اشوف وين بحتاج احط سبلتر وين ما بحتاج. سبيل احتاج بحط هذا، نمسح شوي. زين، هذا ليش ما ينتج؟ لانه ما في بترول. ليش ما في بترول؟ بايب 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 بايب. ايوه شوفوا، شي لازم نحسب حسابه بعد دائما. زين، يبالي نوع من المعادن؟ لا. يبالي نوع من المعادن؟ لا. يبالي اي نوع من المعادن؟ لا. هذا الوحيد اللي يحتاج شو؟ هذا شو بيستوي؟ اللي راح يصير هذا، اللي راح يصير شي ثاني. ما عنده كهرباء؟ لا. اوكي، اللي راح يصير اني راح احطي له واحد اثنين. شوف بيشيله من هنا ولا ما بيشيل هذا من هنا؟ اقدر بعد احبه، لكن ما يستاهل. هذا الجزء الاول من بتري. ترى نحن شو نسوي؟ نحن نتبع البتري. شوفوا البتري، نحن نبغى برونز، وهذا اخر شيء، مو مشكلة. ترى عادي، ها، بكل بساطة. شفتوا شو صار؟ بعد حبة فقط لا غير. زين، والحين اخر مرحلة اللي هي البتري، نبغى الستيل. تعال يا ستيل، انت هني لازم تكون. ما في ستيل، انتاجه تعبان. هل الستيل بدا قام يخلص؟ مصدر غير مستدام صار. لازم احصل لي مصدر شوي احسن. زين، الحين بنجيب هذا اللي شو الى مصنع البتري. زين، بتري يبالي كل شيء، بس ما يبالي مي. اهم شيء ما يبالي مي. ما يورس ترى، والله اخاف حلقة واحدة بعد ما تكفي يا حبيبي. ابى اقصر الدرب، فشو بسوي؟ بسوي بالطريقة هاي، وبجيب من هذا المكان سبلتر. زين، بس اوكي، مية 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 مية. واحد اثنين، واحد اثنين، واحد. بس هني اللعبة، هني اللعبة.
هني اللعبة وهني هذا واحد اثنين وطلع الانتاج البتري برا كلهم بيخدمون نفس الهدف. ها شغال ما عليكم يا سنتج، كلهم يبون ينتجون نفس الشيء بكل بساطة. مصنع واحد، ها بسوي باتري فاكتوري انا. مع البيب كونكشن مع كل شيء بشله بسوي نوبل لا سوري بي نيو بوك ايدنت كلا هاي شو بسمي سولار سيستم بارتس، يعني قطع النظام الشمسي. هذا شو باتري فاكتوري. شوفوا انا شبه واثق ان يعني زين راح يكون، يعني اتمنى انه يكون زين يعني. هلا اوكي شغال 100% شغال زين. شي بغير بتري بايرون بليت، يعني اروم بس مجرد ان اشيل هذا حتى ما عليه. خلي يكون اثنين لا مش خلي يكون اثنين لا 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 بنحط فلتر انسرتر زين. فلتر انسرتر هذا يشل البليت بس يقصه بالثانية. ليش؟ لأنه فعليا لأنه نقدر نزل نشله هني قطعتين، معناه ما يبالي مصنع أكثر من بحط هذا. هذا زين واحد اثنين فراغين واحد اثنين زين بنحط هاي لهني بنحط لنا باور سبلاي وبنرد القطع الداخل وبردهن برع اوكي. هذا بيكون هذا السيستم زين. هذا راح يكون هذا السيستم يعني. وبنحط روبوبورت نبا اروم انتج روبوبورت لا يبالي من الاحمر 45 حبة يعني نص ستاك من هني. يبالي ايرون جير يعني ايرون بليد بسرق زين. هذا روبوبورت بنحطه يعني عنده اساس يدخل في اللوجستيك تشين لانه مش موجود في اللوجستيك تشين. وبضم الروبوبورت وياه وين المخطط لحظة خلنا نحصل له مكان زين. خليه يجلس خليه يجلس. هاي كيف نسوي مصنع بطاريات شغلانة ترى. احنا قاعد نسوي شو قطع 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 حق المصنع قطع قطع وسوي روبوتات سبام على اساس الشغله هاي. والله مكان ممتاز، حصلت له مكان فوق الممتاز. ما اقولكم هذا المصنع بس شغلته هاي الشغلة، خليه ينتج قد ما يقدر، خليه ينتج. ما في قياس فعلي كم حبة ينتج، بس هذا يباله 10 ثواني وهذا يباله 5 ثواني، يعني 6 على 4 ياخذ كم بطارية هذا؟
خمس بطاريات شوي ناقص الانتاج، شوي ناقص بس عادي. يعني فعليا لو الغي الاثنين بيكون نفس الشيء، مفروض نفس المفعول، ما بيكون احسن. اوكي خله هنا بيرد وزع في السيستم، بيرد ينتج فيه. وقت الحلقة والله خلص، سريعًا سريعًا خلص، والله سريعًا سريعًا خلص. المهم هذا كان هني، هذا ستيج 1. أول شيء نحن شو سوينا؟ أي بلو برنت باتري فاكتوري، صح؟ باتري فاكتوري بيفعنا حق عقب الحين الكلي. شو فاكتوري هذا؟ هذا نسميه كاباسيتر فاكتوري، ونحطيه وين؟ في السولار سيستم. شوفوا هذا كامل مع الكاباستر، هذا بدون كاباستر، بس لازم يكون عندنا الانتاج موجود في اللين اصلا. بس نحن الحين نبدا ننتج كهرباء بس. المهم نشوفكم في الحلقه ان شاء الله. الحلقه خلصت اليوم، ونشوفكم في الحلقه وبنسوي الواح الطاقه الشمسيه. والسلام عليكم ورحمه الله.